الوغ كيف ما قلت لكم ميدا هادي ديال العود والبسكا والصرغينه، وهنا الميدا اللي كنا صوبنا مجموعين ديال الحنه او ديال الورد البلدي. غادي نمشيو ان شاء الله بالتتابع، كن كل مره غنصوب ميدا في شكل وغادي نوريها لكم ديال الدفوع ان شاء الله اللي غادي يكون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بجميع المتتبعين. كنتمنى يا ربي يوجدكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. كنسلم على الجالية اللي مقيمة بالخارج، لأنهم تبارك الله كثر اللي متبعيني وكيبغيو يشوفوا الجديد ديال دفوعات ديال المغرب. كنسلم عليكم كاملين وتنقول لكم مرحبا بكم في بلدكم، بلدكم المغرب. كنتمنى نشوفكم عن قريب ان شاء الله. الوغ ما تنساوناش من اللايكات وما تنساوناش من البارطاج الى جات على خاطركم، وكذلك التعاليق ديالكم. ويلا ندخلوا ديريكتومون في الموضوع. الميدة هنا كنديرو ميدة ديال الجلد وكنديرو المنديل الأول، وهنا دايرين لا دونتيل دو غالي دايرينها من الفوق باش كتعطي واحد الجمالية لهاد الميدة هادي. واحد كل واحد وكي تيسميها، شي تيسميها الميدة شي تيقول لها الطيفور. حنا المهم هادي غادي ندير فيها، نتوما غتشوفو معايا. غنحط اولا القران الكريم، كيف ما تنقول لكم دائما القران خاوي حتى تيمشيو المنزل ديالهم عاد تيديرو القران. هنا عندي جوج ديال الشمعات، غادي ندير انتما كتشوفوا اللون ديالهم في لون الميدة، غادي نديرهم هنايا. وهنا عندي قرعة ديال الحليب وعندي قرعة الزهر، انتما كتشوفوا لا ديكوراسيون دونتيل الاول دونتيل الثاني ولا ديكوراسيون الفلور، كتجي زوينه ومتابعه للميدة. الوغ تنديرو وحده الحليب وحده ديال الزهر، هادو من الاحسن الواحد يعمرهم حتى يوصل للدار ديال الفاتحه عاد يعمر هاد القريعات. وهنا عندي جبيبنا ديال العود القماري، حنا كنديرو لهم واحد لي بيغل من التحت باش تنهزو ديك العود القماري كيبان من الفوق، وهاديك الغطا ديالها كنديرو لها اون ديكوراسيون، تنغلفو الغطا هانتوما كتشوفو الغطا كنغلفوها و تنديرو لها اون ديكوراسيون تا هي تابعة لهاد لي كاراف. وتنزل العود هو الاول هنا وتنحط لهاد الخطيوه ديالو كنحطها قدامو هانتوما كتشوفو، قرب لهنا باش يبان ليهم. الوغ هنا وكذلك عندنا المسكة الحرة، انتم تشوفوا تبارك الله المسكة الحرة كبيرة وزوينة، والخطيوة ديالها حتى هي بنفس الديكوراسيون. الوغ ديما كنحطو الخطيوة على جنب، هنا
هنا غنزيد الصرغينة. صرغينا هنا بالالوان وتيمكننا نديرو حتى صرغينا صفراء حتى هي الغطيوه ديالها هكذا على جنب، ولا اللي بغى يغطيها كارينو يمكن له يغطيها بحال دابا نديرو هادو جوج معريين وحده مغطيه هكذا. وبقات لنا واحد البلايصه في الوسط انا صوبت لها واحد المشموم ديال الورد هكذا وغادي نحطو هنايا. الوغ هنا كما كتشوفوا الميده واجده في امان الله، كيف ما كتشوفوا وجدنا ميده ديال الورد المسكه، وهذه اللي كنت وجدتها معكم في الفيديو السابق ديال الحنة والورد البلدي. ومازال ان شاء الله نزيدو فيديوهات اخرين في هاد الفاتحه هادي وتشوفوا الاشكال اللي كنصوبو. الوغ كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي نديرو سلسله ديال هاد الطيافر هادو ديال هاد الفاتحه هادي. وكيف ما عند كل فاتحه سبحان الله العظيم كتجي مغايره الفاتحه اللي دازت. شحال من واحد تيقول لي لا بغينا بحال هذيك الفاتحه اللي درتي النهار فلان فلاني، راه عجبتنا الديكور ديالها وعجبونا الالوان ديالها وداك الشيء. سبحان الله كل فاتحه كتجي بوحدها، لان انا ما كنخدمش على التصويره ولا على الفيديو ولا على هذا، عندي كل الهام بوحدو كيجي سبحان الله العظيم من كل فاتحه، الا وعندها واحد الميزه ديالها خاصه. داك الشيء علاش ما كيجيونيش فتحات كلهم، يمكن تيتشابهوا في عيون الناس ولكن انا في عينيا كنشوف كل وحده والديكور ديالها وكل وحده والشكل ديالها وكل وحده والنمط ديالها. المهم خليوا لي تعاليقكم، ولا كانت شي حاجه ما عرفتيوهاش ولا بغيتوا تستفسروا عليها انا راه الاشاره ما كاين حتى شي مشكل، نجاوبكم على راسي وعينيا. واللي بغى حتى شي استشاره خارج على هذا الموضوع، شنو كيكون في الخطبه، شنو كيكون في الدفوع، شنو كيكون في نهار الحمام ديال العروسه، انا نجاوبكم افيك غون بليزير زعما بكل يلا بهذا القدر هذا الفيديو ديالنا كيكون سالا. ما تنساوناش من اللايكات، ما تنساوناش من البارطاج، واكيد التعاليق، التعاليق هما اللي مهمين. خليونا التعاليق ديالكم سواء سلبية أو إيجابية، المهم يكونوا تعاليق بكثرة. وكنشكركم على المتابعة ديالكم ونتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. يلا كنسلم عليكم كاملين.